نفسيتي تعبت اصلا من الحبسه في البيت. كسر لك البيت كله لو ما سبتنيش اخرج. اهو برضه مش همك مش فاكرني بهزر صح؟ برضه خرج وسابني بقالنا ساعه بنقر انا وهو على ان اخرج معايا وبرضه صابه من دماغه. خرج ازاي؟ يبقى حلال عليه اللي انا هعمله فيه. استنى بس ما يمشي احسن يشوفني بالعربيه. شايفين بقالي ساعه عماله اتحايل عليه واتخانق معاه، خدني معاك خرجني معاك رايح المطعم عايز اجيب حاجات من بره، دي حديده بعد ما انتيش خارجه يبقى يستاهل اللي انا هعمله فيه. طب نزلنا عند المحلات وسيبني وروح شغلك انت، مرضيش برضه. طب اركب اوبر واروح انا، برضه مرضيش. المهم ان هو يستاهل اللي انا هعمله فيه ده، بقاله كذا مره يعمل فيا مقالب وانا من الحمل مش قادره افكر. فجيت بقى استغلتها فرصه ان هو مش راضي يخرجني، بقاله 3 ايام مش راضي يخرجني، فاستغلها فرصه. فالفيديو ده لو وصل 200,000 لايك هعمل فيه مقلب اقوى من ده، هطلع فيه الطاقه السلبيه كلها النهارده. طبعا انا عالمه ان هذا الذنب ما عملتليش حاجه عشان ما ينفعش يشوفوا اللي انا هعمله فيه النهارده. تعالوا بقى عشان الولاد كده هم اللي كانوا شاهدين على الخناقه، ونشوف مين اللي يستحق. تشاهدين على الخناقه ولا لا اللي حصلت ما بيني وما بين بابا؟ مش راضي يخرجنا صح؟ واحنا عندنا حاجات مهمه عايزين نجيب، فحلال فيه اللي انا هعمله فيه ما تزعلوش ماشي؟ هعمل فيه مقلب ماشي؟ هذا بالخناقه اللي احنا عملناه بجد هنعمله خناقه مقلب ماشي؟ كست مصريه عربيه اصيله ما ينفعش اعديه كده بالسهل، لازم اطلع عيني. اللي انا عايزاه منكم بس لما الخناقه تشتغل تاخدوا بعضيكم وتطلعوا فوق ماشي؟ ما يزعلش من بابا حتى لو هو مقلب. ايوه عشان ما تخافوش اطلعوا فوق. ايوه مش يا بلال، اول ما تلاقي الخناقه كده سخنت تروح واخد بعضك وطالع على فوق عشان اخد راحتي، عشان ما تخافوش، عشان انا هطلع كل الطاقه السلبيه اللي جوايا في ابوك. ايه اطلعوا في الحته اللي تعجبكم، تسلوا نفسكم بالعاب اي حاجه، المهم ان انتوا تعملوا من بالها مش من هنا خالص ماشي يا محمد؟ اتفقنا؟ ايا كان اللي هيحصل اوعوا تنزلوا. نبتدي بقى اول مرحله في النكد، وهي ان انا اتصل انكد عليه عشان انا متغاظه منه والله العظيم. سيبكم بقى من المقلب وسيبكم من اي حاجه، انا متغاظه منه فعليا. صح يا ولاد؟ ضايقني؟ ويستحق؟ حطوا لي لايك بقى. اقعد كده عشان اعرف اتخانق معاه. بيكنسل عليا بيكنسل عليا وربنا بس زي بيك. بيكنسل المره الثانيه كده بياكد لي ان حلال علي اللي هعمله فيه، وربنا بس زي بيك. يلا هفضل وراك لغايه اما ترد. ايوه يا وفاء، انت ما بتردش عليا ليه؟ بتكنسل عليا ليه؟ انا بفتح الكارت بتاع الطريق، هكنسل عليكي طبعا، امال اعمل ايه؟ طب افرض في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها، انت مصر برضه على انك تستفزني يا حمدي؟ يعني ما رضيتش تاخدني معاك وكمان مش هترد عليا؟ بقول لك بفتح الكارت بتاع الطريق. طب خرجت وسبتني ليه طيب؟ هو انا مش عمال اتحايل عليك واقول لك عايز اخرج عايز اخرج اجيب حاجات؟ قلت لك يا وفاء لما افضى يا وفاء واتفقنا خلاص وخلصنا، احنا هنقعد نعيد فيه كل طول اليوم. احنا ما اتفقناش، انت اللي عايز كده، انا ما اتفقتش معاك على كده. حمدي ما تجيش معايا ازاي؟ انا ما اتفقتش معاك على ان يا حمدي انا عايزه اخرج لوحدي، قلت لك ودينا عند المحلات وسيبنا اتسوق واجيب اللي انا عايزاه. طبعا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ ان شاء الله صغيره ولا برضع ولا ايه نظام؟ امال ايه؟ انا ما ينفعش اسيبك تلف في المحلات لوحدك، اما مع بعض بجيب لك اللي انت عايزه. ده على اساس ان انا نغه يعني هتوه منك. يا حمدي ما تستفزنيش يا حمدي. لا ما بتعرفش تجيب حاجه، وانا هخرج لوحدي اصلا، انا هطلب اوبر واخرج لوحدي عشان انا محروق دمي من ساعه ما انت مشيت، وانت مصر برضه على انك تحرق دمي زياده. خليك انت بقى في مشاويرك وانا خارج، عشان انت كده اصلا بتستفزني. هتعملي ايه؟ هخرج هلبس واخرج واخد العيال واجيب اللي انا عايزاه. انت مش صغيره؟ طب لما انا مش صغيره مش راضي تخرجني ليه لما انا مش صغيره؟ ما ينفعش تخرجي لوحدك انت ليه؟ ليه هتخطف؟ لا مش عشان كده، عشان انا بقلق عليك. لا ده ما اسموش غير حبس حريه وخنقه، حتى عيالك قاعدين مكتئبين اهو. انت من ساعه ما مشيت واحنا عمالين نعيط وقاعدين مكتئبين. يا سلام قاعدين مكتئبين؟ هترتاح يعني اما نفسيتنا تتعب منك يعني؟ بيروح المدرسه. من المدرسة انت عارف ان احنا زي البيت برضه. المدرسه ما بتفكيش عن نفسك يا ندى؟ الصراحه لا ما بفكش على نفسي. وبعدين احنا مش عايزين نتفسح، احنا خارجين نجيب حاجات مهمه. ما بنطلبش حاجه صعبه، انت اللي بتحب تعمل مشاكل وبتحب تنقر معايا. لا انت اللي عايز تنقر اصلا، انا خارجه. خليك انت بقى في مشاويرك وخليك في مسؤولياتك. يعني انا خارج العب؟ ما اعرفش انت خارج تلعب خارج تهوى عن نفسك، انا ماليش فيه. انا بقول لك انا هخرج انا والولاد، واعمل اللي انت عايزه بقى عشان عمال اعيط وانت مش دارين باي حاجه. عمال تعيطي؟ عشان انت بالنسبه لك حاجه تافهه، انما هي بالنسبه لي مش حاجه تافهه. عايزه تخرجي تتسوق؟ هو انا هتسوق هلعب؟ مش حاجات مهمه وحاجات ضروريه يا حمدي؟ هو انت كل حاجه بالنسبه لك كده مش ملهاش اهميه؟
اما افضى هخلص اللي ورايا واخرج معاكي، وانا ورايا حاجات برضه عايزه اجيبها ابقى اجيبها لك معايا. لا انت كده بتاخدني على قد عقل، مش هترتاح لما تلاقيني سبت لك البيت ومشيت. وريحك مني بقى، انا هريحك مني خالص من خروجي ومن طلباتي عشان ترتاح. هسيب لك البيت وامشي خالص، واجيب بقى اللي انا عايزاه براحتي واخرج براحتي واعمل انا عايزاه براحتي، عشان كل لما اجي خارجه او كل لما اكون عايزه حاجه تفضل تعمل فيا كده كان انا عيله صغيره معاك. يعني انا عيالي كبيره، انا بنت كبيره مش صغيره. المفروض يعني ايه يعني ما عنديش صوتي؟ يعني ما تعليش صوتك. طيب لا هعلي صوتي وهخرج، انا اصلا خارجه وهو التليفون اهو حاجه تزهق. يا واد فادي احنا عاوزين نخرج بقالنا كتير ما خرجناش، اكتئبنا. انت بتصغري يا ندى، انا خارج اشتغل مش خارج العب. احنا عارفين بس احنا برضه عاوزين نخرج. يعني انت بتخرج يعني انت بتخرج عادي واحنا ما بنخرجش؟ طب هي راحت فين؟ سابت التليفون راحت فين؟ ما يا عم تعيط، احنا زعلانين برضه. تعيط؟ اه كلنا بنعيط. انت اللي بنات، ازاي والله انت مش راضي يخرجنا فعلا بقالي كذا يوم بتحايل عليك. المشكلة انها يجي تطلع عينينا، عايزين نثبت كاميرات بقى، هنخفي الكاميرات كلها كده. اول جزء في الخطة نجح وعرفت ان انا استفزه واجيبه. هنا كمان الكاميرا فين؟ بص مستخبية فين اهي، وهثبت التليفون اللي في ايدي ده كمان هنا ورا الشاشة عشان ما يشوفوش. كده تبقى جريمتنا كاملة، بس عشان لما استفزه بس كده عشان ما يبانش، بس كده مش باين صح؟ اه راح اديني بصلاية عشان نكمل الخطة. عايزة بصلاية بس انا معدل الكاميرا كده قبل ما يجي مخططة انا صح. بصلاية مش لازم سكينة، لا معايا عود اخرم البصلاية. ليه بقى؟ عشان انت حطيت عينك. شكلك عملتيها قبل كده. لا شفت شفتني. لما ما تكونش ليا مزاج عايز 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 بعمل بالبصل كده. نار نار نار. يا لهوي انا عمالة دموعي انا كمان. سيبوني بقى عشان افضل مكتئبة كده. بس كده انا عيطت وهي جايه لي معيط. اي خدمه اديتكم سر المهنه. تعالوا بقى كده هنا دور الكاميرا ايه؟ البصل البصل. سيبوني بقى عشان اعيط بس لما اظبط الكاتش. بس كده كل حاجه جاهزه، محدش يضحكني بقى عشان ما اضحكش. سيبوني اعيط ماشي؟ لغايه ما يجي افضل اعيط. عمري نفسي بتعيطك. عدى اكتر من 10 دقايق والدموع قربت تخلص وبرضه مش راضي يجي. شكله بعد، شكله بعيد اصلا. هجيب البصله تاني عادي. بس ربنا بقى كده. ايه بقى اللي انت بتعمليه ده؟ اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بعمله. عايز تفضل حابسنا في البيت يعني؟ وانا كنت قاعد على القهوه. هو اللي قاعد على القهوه يا حمدي؟ بقول لك انا عايز اخرج لوحدي. عايز تخرج لوحدك ولا عايز تجيب حاجات؟ لا عايز اجيب حاجات واخرج لوحدي، مش عايزك تبقى معايا عشان انت بتقعد تستعجلني وبتقعد تقول لي يلا ما الحقش نقي حاجه. انت ليه بتعمل كده؟ هو انا صغيره عشان تعمل معايا كده؟ انا عيله صغيره عشان تعمل معايا كده؟ ولا انت عايز مني ايه بالظبط؟ عايز تجنني؟ عايز تعاملني معاملة المجانين تحبسني في البيت؟ وانا حابسك؟ اه انت حابسني في البيت كده. ايوه كده ما اسمهاش الا انت حابسني. مش لما اقول لك انا عايز اخرج اجيب حاجه تقول لي ماشي، ايه المشكله بقى؟ انا بقول لك هخرجك لما ابقى فاضي، مش هسيب اللي ورايا واللي قدامي. اديكي رجعتيني اهو، لا رحتي ولا جيت. خلينا قاعدين في البيت بقى. انت كده ارتحتي كده؟ خلينا قاعدين في البيت. لا مش هنقعد في البيت وانا زهقت من القعده دي. انا زهقت. عشان دي مش طريقه. انا مش صغيره عشان تحبسني. لا لا لا. انا نفسيتي تعبت اصلا من الحبسه في البيت اهو اهو. كسر لك البيت كله لما سبتنيش اخرج اهو. ايه انا عايز اخرج لوحدي. اتجننت ولا ايه؟ انا عايز اخرج لوحدي، انت ما بتسيبنيش اخرج خالص. انا حتى المدارس ما بروحش اودي عيال المدارس. انا زهقت. انت ليه بتعملي ده؟ انا تعبت وزهقت. انت بتعاملني معامله المجانين بقى، انا هبقى مجنونه. يلا بقى
انا مجنونه. ما تستهبليش عمك اكسر البيت كله. انا مجنونه بقى طالما انت بتعاملني معامله المجانين وان انا هخرج لوحدي مش هعرف اعمل حاجه. برضو مش همك؟ برضو مش همك وفاكرني بهزر صح؟ ازرق فاكرني بهزر. طب انا مش عايز جناح. انت فاكرني بهزر اصلا. انت عايز ايه بالظبط بقى كده؟ عايز اخرج زي بقيه الناس. اما اقول لك خرجت يلا طب يلا اخرجي بقى. هتسيبني اخرج لوحدي؟ يلا اخرجي بقى يلا. انا لازم اكسر في البيت عشان تسيبني اخرج؟ يلا يا ولاد البسوا هنخرج. اخرجي لوحدك. ماكيش اعمل ايه؟ يعني انا هخرجه من؟ لا هخرج بلا ايه؟ انت بتعملي ده ما رضيتش افضله. ما انا عايز اجيب حاجات للعيله. انت بتعملي ده؟ ايه ده؟ انت اتجننتي؟ انا ما اتجننتش. انا ممكن اكسر البيت انا كمان. انت اللي جننتني وانت اللي بتعصبني. يعني ده موضوع تعملي عليه ان انت بتعملي ده؟ صغيره؟ والله العظيم يا رب. كان هيحصل ايه بقى لو كنت سبتني من الاول اخرج لوحدي؟ ممكن الشيطان راكبك. مش بقول لك انت بتعاملني على اني مجنونه؟ يا قران وقران مالهم مال مجانين؟ الشيطان مشي؟ الشيطان مشي؟ انت ما بتخرجنيش ليه؟ ما بتسيبنيش اخرج ليه؟ تخرجي تروحي فين؟ انت حابسني؟ تخرجي تروحي فين؟ انت حابسني لازم كل حاجه رجلك على رجلي حتى لما باجي رايحه للدكتوره لازم رجلك على رجلي؟ يعني ينفع كده العيال كده خافت وطلعت فوق؟ ينفع كده؟ من عمايلك من عمايلك مش من عمايلي وانا اصلا هدغدغ لك البيت كله. يا وفاء ما تستهبليش يا وفاء. هكسر لك البيت كله. كسري ما انت كسرت كل حاجه كسري تاني؟ وقف الكرام. بيطلع العفاريت صح؟ وقف الكرام. وقت ما خليكوا العيال فوق ما تنزلوش محدش ينزل. عشان امكم مجنونه محدش ينزل عشان امكم مجنونه وبيعملها على انها مجنونه. طب البسها اخرجك. يلا اخرجك. مش هخرج معاك عايز اخرج لوحدي. ليه؟ عشان اعصابي تعبان. اعمى مني يعني اعصابك تعبان مني؟ عايز اخرج لوحدي عايز اركب اوبر. طب مفيش خروج خالص. لا انا هخرج. وريني هتعملي ايه؟ انا خارج وحتى مش هغير هدومي. يا فاهم ما تكبرش الموضوع. يا فاهم تعملي سماعه الناس صوتنا اهو اديك خلاص تخرجها وشوف. اطلب لي اوبر. اطلب لي اوبر وانا اخرج. اقعد استهدي بالك عشان ما اتعصبش انا كمان عشان انت مستفزه اصلا. ايه تصرفات الهبل ده؟ انا مش قاعده في البيت اصلا. انا هخرج. انا مش قاعده. هخليك تخرج من هنا هخرج بعديك على طول طالما انت حبستني. يا بنت حبسك فين؟ يا بنت كنت رايح اشوف اكل عيش. لا ما خرجتنيش. انا قلت لك هخرج معاك قلت لي لا. نفضت لي ومشيت صح؟ هتيجي معايا تعملي ايه؟ تيجي تقعدي معايا؟ قلت لك وديني عند المحلات وانا اجيب اللي انا عايزاه. مش هعطلك. انا مش عايزه اعطلك لانك انت اصلا ما بتخرج معايا ما بعرفش اشتري حاجه. تقعد تقول لي يلا 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 كان ايه؟ وانت اساسا مستفز عمال تستفز فيا من الصبح. وانت اللي هتنضف الدنيا دي كلها. انا مش هنضف حاجه. انت كسري وانا انضف؟ عشان انت اللي خليتني اعمل كده. انت اللي عصبتني ووصلتني ان انا اكسر البيت وابقى زي المجنون. ماشي يلا اطلعي نامي وانا هنضف انا البيت. اطلعي نامي يلا. وعايز اخرج. اطلعي نامي طيب. عايز اخرج الاول. استغفر الله العظيم يا رب. خرجني الاول وبعد كده. انا عصبيت بالعافيه. مش عايز امشي في السكه اللي انت ماشيه فيها دي. سكه المشاكل والخناق عيب. الناس هتسمع صوتنا. انت مشكلتك في الناس تسمع صوتنا؟ عصبي لو فلتت الشيطان هيخش على فكره. عصبي هتفلت. مفيش حد جنبنا يسمع صوتنا على فكره. لو انت مشكلتك ان حد. في بعض عادي يعني؟ ما دام انت مشكلتك ان حد يسمع صوت يلا اطلب لي اوبر وخرجني. مفيش خروج. واللي انت عايز اعمل ايه؟ يلا قومي كسري البيت كله بقى. ماشي. يلا كسري البيت. اهو ده انت بقى ايه مش همك؟ اهو. يا وفاء ما تستقبليش يا وفاء. اهو. انت بتقولي كسري البيت؟ اهو. اهو. هكسر البيت كله ما دام ما بتخرجنيش. بس اقعد لم ورايا بقى انا هكسر وانت لم ورايا. انا بقى. انا بعمل فيك مقلب والكاميرات بس تحس نفسيتك رايت لما كسرت. الله العظيم يا رب على الهبل. يعني انت ربنا كده؟ مش احسن ما يجري لي حاجه اموت؟ بطلع التكه. خليك يا اولاد فوق محدش ينزل. انت مستفزه وربنا والله العظيم مستفزه بجد. والله العظيم انا بتخانق معاك بجد عشان عايز اخرج بجد. والله انا هخرجك وحرمان حرمان من الخروج ثلاث ايام تاني من الثلاثه اللي عدوا. والله ما هسيبك. والله ما هتخرجي تاني. عشان كده عيب اللي انت بتعمليه ده وعيالك يسمعوا صوتنا. كويس ان انا ما تعورتش اصلا. مش ضروري بتعيطي ليه؟ خليك تعيط انت كم والله العظيم
ما انت عملت فيها مقالب كتير وخلتني اعيط بجد، فانا قلت ان انا انرفزك وعصبك، وانت فعلا كنت معصبني صح؟ انت اصلا كنت معصبني يعني ينفع تعملي ده واجدين على ملا وشي تاني تاني مره تعمليها؟ ده فعلا من نفس الحاجه بتطلع الطاقه السلبيه، فانا نفس قريت المعلومه دي فحبيت انفذها، بس قلت ما انفذهاش كده خلاص، بطلع الطاقه السلبيه اللي جوايا. عارف امك عملت ايه؟ كسرت البيت كله ازاي؟ عشان تعمل مقلب بتهزر؟ بص عشان تلعب؟ والله عشان مخنوقه بجد وطلع خانتي من التكسير، والله والله العظيم جوايا طاقه سلبيه بطلعها. طلعيها فيا ولا طلعيها في الفظاظه؟ وانا ماسك اعصابي العافيه، خلي بالك انا لو كان يعني الفظاظه اللي كان يجرالي حاجه. الفظاظ؟ الفظاظ؟ خد خد والله العظيم ابدا خد. وقعدت حالي وخليتني سبت اللي في ايدي فرحتني وتقولي لي طاقه سلبيه بتنيليها بتطلعيها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ والله العظيم كان في مفيش شغل في الحاجه عادي بقى، ما حدش ينزل يا اولاد الا لما ابوكوا ينضف. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى ايه يعني شويه حاجات اتكسرت؟ انت ضيعتيلي مشواري، انت رجعتيلي بجد. طب انا عايز اخرج بجد والله مش بهزر. ارتحتي انت كده يعني؟ انت كده مرضيه كده ارتحتي؟ نفسيتي ارتاحت كده حاسه ان مفيش خروج بقى خلاص؟ ماشي مفيش خروج بس يلا. النهارده بس لا النهارده انا هخرج اروح اشوف مشواري تاني واجي. لما ربنا يسهل لما في الحاجه دي لما افضى بقى مين هينضف الحاجه دي؟ اللي كسرها بقى. انا هنضف بتاع كل لا بس انت احساسك ايه لما كسرتها في زمان؟ احساس حلو. عملنا زيته على افلام دي. انت فكرتني في فيلم عادل امام. بس انت المقلب عجبك واضح انه عجبك. طالما المانيكير ازرق ونمت قاعده رايقه والله العظيم انت رايقه. والله فضل طب سيبيني بقى اروح اشوف اللي ورايا. انت هفكرك زعلان. ما اعرفش حاجه انت تمثل. يلا قول لهم باي باي. استغفر الله العظيم. خلاص مش زعلان بقى. خلاص بس انزل الكاميرا واضحك كده خلاص والله ما سيبك انا اتفق. انا ورايا 100,000 حاجه سيبيني اخلص اللي ورايا. وراكش حاجه ورايا؟ لا ما وراكش حاجه. لا ورايا وراك بصل. هي دي اللي خليت معايا وريني. لا في فكره اسهل من كده استنى اكلها لك. هتورني اكلها لك.